Oui, Sidette Sadassid. إذن نلتقي اليوم من أجل التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الذي نفتح من خلال هذه الاتفاقية الشراكة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وكل المؤسسات الاقتصادية التي يمثلها المجلس. إذن نسعى من أجل أن تكون الجامعة الجزائرية بالفعل جامعة راسية في إقليمها، مفيدة لإقليمها.